يا عمي شو مسوي؟ حبيب صبوخ حق علاوي؟ ايه ده ما في صبوخ بعدين في القرعة راح شعر علاوي وتطلع برا يلا على ما في ريحة شو حطيته؟ ايه عصوان عشان ريحة يخوز؟ ما في انت ملعون نسود عمك ايوه خطير والله واخيرا برد برد اثبت واخيرا نعم مبروك ونحط ذا الفلبيني انا براوي اي واحد هذا كان هنا هنا ايوه سوى انا انت اوكي ايوه والله انت اوكي ايوه قبو علاوي شو اللون؟ اللون حبيبي اسود اسود عليهم 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 شوف تعال شوف اللون الجديد شوف اللون الجديد شوف اللون الجديد خالطين ليه سبع الوان لا شوف يلا استنى مبروكين مبروك علاوي مبروك يلا يلا غسل هذا هذا بسان شو تبغى مبروك ولا مبروك اسود لا 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 ما عرفتك ولا شو عندومي شو ارسل بعد خوش لا 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 وين خوش بعد وين بابا وين بعد ويش بعد خلو أربع الوان صابو كيف كم لون صابوين كم لون أربع الوان مخليه أربع الوان مفاجأة طاقة بيل علاوي هذا ولد أمي كم لون ها كم لون شو كم لون صابو أربعة أربعة إيه أربعة والله تصفى هذا توافق ولا شغلة ما أعرف كيف سوى اللون انت راو كم اللون قدم بس خليه شوف بس خليه شوف خليه بس 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 خليه شوف الجامعة خليه شوف الجامعة دعم لكم شوف اللون يا اخي وين الشعب وينه بموت والله يا اخي بقول لكم شيء انا ما يعرف راس علاوي وين قدامنا ورا بطابوقة قسم بالله بطابوقة نصحت يا ابوي